طلبتنا وطالباتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعرض لكم في هذا الفيديو السريع إن شاء الله التعليم عن بعد والخدمات الإلكترونية في الجامعة الخليجية، وأهم ما يعنيكم لهذا العام الأكاديمي، تحديد هذا الفصل الدراسي الفول 2020-2021. معكم علي منصور، أنا مدير تقنية المعلومات بالجامعة. البداية راح تكون مع منصة التعليم عن بعد الخدمات الإلكترونية، وراح ألخصها لكم من خلال أهم نظام، هو النظام الأساسي لهذا الفصل، نظام المودل اللي راح تكون في توصيف المقرر والمادة العلمية، في روابط المحاضرات اللي راح تدخلونها عن طريق مودل إلى تيمز، وفيها باقي الإعلانات، الواجبات، الاختبارات، المراجع، بالإضافة للمراجع والكتب. تيمز راح يكون النظام المكمل إلى نظام المودل اللي راح تتلقون فيه المحاضرات المرئية والمسموعة. عندنا أيضا الخدمات المساندة اللي تشمل تطبيقات أوفيس 365 مثل مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت تيمز، إكسل، باوربوينت، ومايكروسوفت تيمز. تيمز دائما احنا نوصي انه يكون منصب عندكم في الجهاز وجهاز اللابتوب الشخصي علشان تتلقون المحاضرات بشكل افضل واوضح. كثير من الطلبة يستخدمون الجهاز الموبايل، واحنا دائما ما نوصي انك انت كطالب تستخدم جهاز الموبايل الا في الحالات يعني اللي انت تكون فعلا محتاج او مو موجود لاي ظرف طارئ. بالنسبة إلى منصة التقييمات والاختبارات، راح نستخدم نظام ميتل اللي قدمناه في الفصل الصيفي كتجربة، وراح إن شاء الله نفعله رسميا خلال هذا الفصل. المنصة راح نعطيكم عنها ورش تدريبية إن شاء الله خلال الأيام القادمة، أتمنى تكونون تتابعونا. نكتفي بهذا القدر وننتقل مباشرة إلى موقع الجامعة الإلكتروني اللي يعتبر نقطة الانطلاقة إلى منصة تعليم عن بعد والخدمات الإلكترونية. عندي راح استعرض لكم هني أهم تابين في الموقع الرئيسي، هو الإي سيرفيسز. طبعا الموقع الجامعة هو www.gulfuniversity.edu.bh، هذا لازم تكون كلكم حافظينه. عندي الخدمات الإلكترونية موجودة هني، تقدرون تتصفحونها. عندي تعليم المودل هو LMS تضغط هني، يعني هي من أهم الروابط اللي راح تستخدمونها بشكل يومي. LMS تضغطه راح يفتح عندك المودل. حاليا خلنا نتوقف عند الخدمات لمدة دقيقتين، راح بس استعرض لكم اهم الخدمات الالكترونية. هذه الخدمات تقدرون تتصفحونها في اي وقت، تشوفون شنو يناسبكم، شنو تستفيدون منه. هذه الخدمة الباسورد ريسيت هي خدمة جديدة نقدمها لهذا الفصل، وهي خدمة سباقة وممتازة راح تنفعكم وتنفعنا. أي واحد ناسي الباسورد أو صاير اللوك دائما يتصل بمكتب المساعدة عندنا الـ IT Help Desk. تقريبا أكثر من 66% من المكالمات اللي تجينا بخصوص أن الباسورد نسيته أو قفل عندي الباسورد. تضغط على هذا الرابط، طبعا هي سيلف سيرفيس، تضغط على هذا الرابط راح يفتح عندك صفحة إعادة التعيين، فيها التعليمات من 1 إلى 4 اللي تتبعها، أو تضغط مباشرة على هذا الرابط اللي باللون الأحمر وراح ينقل إلى صفحة مايكروسوفت لإعادة تعيين الباسورد، الباسورد ريسيت، تخلي الإيميل الجامعي وتتبع التعليمات. طبعا راح يسألك عن الموبايل نمبر لأن ما حتى تحصل الباسورد. أتمنى تكون الطريقة واضحة وسلسة، التعليمات موجودة وإن شاء الله أموركم طيبة. من خلال موقع الجامعة الرئيسي راح نضغط على LMS لفتح نظام المودل، راح يفتح لكم هذه النافذة لإدخال يوزر نيم الباسورد. بليز انتبهوا وياي، لا تستخدمون هذه الجهة اليسرى، هذه فقط حق الأدمن، حق الIT. انتو طلبة أساتذة لازم تستخدمون هذا الرابط Open ID Connect. من خلال هذا الرابط إذا أنت أوردي كنت داخل قبل بالإيميل الجامعي والباسورد راح على طول يفتح لك نظام المودل. إذا أول مرة راح يسألك عن الإيميل الجامعي والباسورد. بعد ما تسوي لوجن راح يفتح عندك هذه الصفحة فيها المقررات الخاصة فيك، وهم على جهة الشمال راح تشوف لستة بالمقررات
لان تمسجنا لهذا الفصل. الصفحة الرئيسية هذه فيها المقررات، اضغط على اي مقرر من المقررات اللي عندك، راح تفتح عندك هذه الصفحة. اول شيء فيه الاعلانات اللي يوضعها الاستاذ للطالب، فيها روابط المحاضرات. انت راح تستخدم مايكروسوفت تيمز، اتمنى انه يكون مفتوح، يعني لما تدخل على المودل يكون عندك بعد برنامج تيمز. انت اوريدي مسوي له ساين ان، ليش؟ علشان لما تضغط هنا الرابط مال المحاضره يوديك على طول لوين؟ الى نظام تيمز، ويفتح عندك الرابط مال المحاضره. بعد ما طقيت على اوبن لينك راح يفتح لك نظام تيمز، تضغط على جوين ناو، دخول المحاضره المرئيه والمسموعه مع الاساتذه وزملائك الطلبه. اتمنى اكون اعزائي الطلبه وفقت في تقديم فيديو سريع لاهم البرامج ومنصه التعليم عن بعد والخدمات الالكترونيه اللي تحتاجونها. اتمنى تشاركون هذا الفيديو اذا عجبكم مع زملائكم الطلبه، طبعا هو الرابط موجود على اليوتيوب، وراح نبعثها للكل عن طريق الايميل والسمس. تحياتي لكم، واتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح. مع السلامه.